أصدقائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من نحن أصدقائك. وسط حشد جماهيري كبير تقدمهم طبعا رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة الشيخ طلال الفهد ومدير عام شركة المشروعات السياحية شاكر العثمان، أقيم مساء يوم الجمعة الموافق 9 من شهر فبراير 1996 حفل ختام بطولة المرحوم تركي الدبوس الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت مبارياتها على ملعب حديقة جنوب الصباحية. بدأ المهرجان الختامي للبطولة بمباراة استعراضية بين فريقي قدامى الفححيل وشركة المشروعات السياحية. ثم أقيمت بعد ذلك المباراة النهائية على كأس البطولة بين فريق المرحوم تركي الدبوس وفريق عاصي الشمري، وقد استطاع فريق المرحوم تركي الدبوس الحصول على الكأس والفوز بالمباراة. الهدف الأول لفريق عاصي شمري لتصبح النتيجة 2-1. سجل هدف اللاعب مبارك خليل. عقب المباراة بدأت مراسم اختتام البطولة بكلمة ألقاها مدير عام شركة المشروعات السياحية شاكر العثمان، ثم ألقى دبوس تركي الدبوس مدير عام البطولة كلمة شكر فيها شركة المشروعات السياحية والدعم الكبير الذي قدمته للبطولة. وبعد ذلك تم تقديم وتبادل الدروع التذكارية على كافة الشخصيات والجهات المساهمة وأعضاء اللجنة التنظيمية والحكام واللاعبين. السادة الحضور الكرام، بمناسبة ختام دورة المرحوم تركي الدبوس الرمضانية لكرة القدم والتي انطلقت منذ 5 من هذا الشهر الفضيل على ملاعب حديقة جنوب الصباحية، يسعدني وباسم شركة المشروعات السياحية أن أرحب براعي الحفل البطولة الشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي أناب عنه سعادة الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح، وبجميع السادة الحضور، وإذ أهنئكم بنجاح هذه الدورة كما أشيد بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها جميع الفرق المشاركة. ويسعدني أيضا أن أتقدم بخالص التقدير لكل من ساهم في دعم ونجاح هذه البطولة التي أقيمت تقليدا لذكرى الفقيد المرحوم الراحل تركي الدبوس ذلك الرجل الرياضي الكبير. إن جمعنا هذا ما هو إلا لإحياء ذكرى والدنا الذي أفنى عمره في خدمة الرياضة والشباب الرياضي وأبناء منطقته، فكان تطوع الجميع بعمل هذا المهرجان وعلى هذا المستوى من رعاية واستضافة وتنظيم له أكبر دليل على وصل الوفاء بالوفاء ورد الجميل بالجميل، تخليدا لذكراه الطيبة وأحياءه في قلوب أبنائه الرياضيين، داعين من المولى العزيز أن يسكنه فسيح جناته.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على حضوركم، وأخص بالشكر الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح على رعايته للدورة، والشيخ طلال فهد الأحمد الصباح على تفضله بالحضور، كما أشكر شركة المشروعات السياحية المتمثلة بمديرها العام الأخ شاكر العثمان على مبادرتهم واستضافتهم لهذه الدورة واستكمالا لمسيرة والدنا الخيرة. مع بطل الدورة، بطل دورة المرحوم تركي الدبوش فريق المرحوم تركي الدبوش. أصدقائنا المشاهدين، أقيم يوم الخميس الماضي الموافق 8 من شهر فبراير 1996 حفلا وأمسية رمضانية في نادي الشعب البحري. هذه الأمسية كانت عبارة عن حفل ترفيهي وحفل قرقعان لأعضاء النادي من الجالية المصرية. طبعا حضر هذا الحفل القنصل العام المصري والسيد راشد محارب مدير إدارة الأندية والشواطئ، وقد اشتمل هذا الحفل الترفيهي على العديد من الفقرات، منها مثلا رقصة الدراويش ورقصة الحصان ورقصة التحطيب والشدو ببعض أغاني الليلة الكبيرة. Thank you.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقاؤك. لكم تحيات جميع العاملين في شركة المشروعات السياحية، وأيضا تذكروا أن الحلقة القادمة ستقدم لكم من المدينة الترفيهية، لذلك نقول لكم مقدما كل عام وأنتم بألف خير.